السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نبدأ اليوم، يعني أول جلسة من جلسات التفسير أو جلسات قرآنية، احنا مش عايزين نسميها مجلس تفسير. ونرجو أن يصدق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. يعني نسأل الله عز وجل أن يكون المجلس ده مجلس بتحف الآن الملائكة، والآن بتنزل علينا السكينة والرحمة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا الآن. سريعا قبل أن أبدأ هذه المجالس، مجالس القرآن، أن مجموعة من الناس يقعدوا في بيت من بيوت الله عز وجل في مسجد، ويقرأوا سورة معينة، ويجيبوا أي تفسير مبسط، أيسر التفاسير لشيخ أبو بكر الجزائري أو تفسير الشيخ السعدي أو مختصر لتفسير الإمام ابن كثير أو أي تفسير مبسط، إن هم يجتمعوا في مسجد ويقرأوا السورة ويتدارسوها مع بعض، واحد يقول أنا قريت في الآية دي معنى فلاني، أو أنا قرأت في هذه الآية هذا المعنى. الطريقة اللي ممكن إحنا شايفينها بسيطة جدا ديت، هذه الطريقة زكاها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها الله عز وجل. يعني الأحداث اللي بتحصل والطاعات اللي بتحصل كتير، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء معينة بيذكرها الله عز وجل في من عنده. فمنها المجالس القرآنية اللي بتقام في المساجد. هذه المجالس هي حقيقة فعلا هي الوقود الحقيقي، وهي الزاد الحقيقي للقلب المنطلق إلى الله عز وجل، لأن لازم يكون الغذاء هو القرآن، غذاء القلب هو القرآن. فلما يبقى الإنسان بيقعد في بيت من بيوت الله وبتحفه الملائكة وبتنزل عليه السكينة والرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، يبارك في هذا المجلس لبركة القرآن، لأنه كلام الله عز وجل. فالمجالس دي بتبقى مجالس مباركة، مش عشان المتكلم فيها شخص معين أو المسجد مسجد معين أو المستمعين اللي بيستمعوا المجلس مجلس، أو حتى هم لو ما فيش مستمع، ده هم كلهم بيتكلموا مع بعض وبيستمعوا لبعض كلهم وتواصوا، صيغة التواصي إن كله بيوصي بعضه. هذه المجالس مباركة لبركة القرآن. فهذه المجالس نرجو إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب لها القبول، إن هي تنتشر في الأرض، وإن نرجع تاني. كان زمان الصحابة لما يجلسوا مجلس مع بعض، وسيدنا عمر الخطاب يقول لأبو موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى الأشعري القرآن. وكان سيدنا عمر الخطاب يجمع أهل المشورة ويجمع كبار أهل بدر ويجمع كبار الصحابة عشان يتناقشوا في الآيات، يسأل في مرة عن إذا جاء نصر الله والفتح، ويسأل في مرة عن آيات من سورة البقرة، ويسأل في مرة في آيات أخر، وتتعدد الأجوبة ويوصلوا الرأي في هذه الآيات، كانوا يتدارسوا من القرآن. فبإذن الله عز وجل نبدأ مجلس مع بعض في سورة العلق، ويعني يكون الأولى والأفضل إن أنتوا إن إحنا كل مرة مثلا نحدد السورة اللي نتكلم فيها، بحيث إن أنت طوال الفترة ديت بتقرأ في تفسيرها، بتصلي بيها، بتراجع حفظها، بترجع تاني تقيم علاقة مع هذه السورة مرة أخرى. لأن أنت لما بتترك سورة من سور القرآن فترة طويلة بتجف العلاقة بينك وبين السورة، العلاقة اللي بينك وبين السورة بتجف. فآخر مرة مثلا صليت بسورة فاطر إمتى؟ وآخر مرة قرأت تفسير سورة سبأ إمتى؟ وآخر مرة فتحت المصحف وقعدت تبص على معاني سورة الأحزاب إمتى؟ فالواحد من كتر بعده عن القرآن بيجف. فالإنسان بيعجب إزاي الإنسان قلبه هيعيش وهو بعيد عن القرآن. فنبدأ بإذن الله عز وجل سريعا كده وقفات مع سورة العلق. والكلام في سورة العلق كلام، الواحد لما بدأ يبص الناس اللي كتبت في سورة العلق
أو عملت شرايط عن سورة العلق وجد اهتمام بالغ من العلماء والمفسرين بهذه السورة، اهتمام بالغ من العلماء والمفسرين والدعاء بسورة العلق. ليه؟ لأنها البداية، ولا بد أن يكون الإنسان لابد أن تكون بدايته صحيحة، لازم تكون بدايتك صح عشان تعرف تنطلق صح. فلو تخيل إنسان من البداية وماشي غلط فمستحيل هيصل، إنما الإنسان لما يبدأ صح والطريق من الأول مسدد وموجه يصل بإذن الله عز وجل، إنما من الأول ماشي في طريق غلط لن يصل. فسورة العلق أهميتها لأنها البداية، ومهما فكر الإنسان إزاي تكون البداية بعقله لن يصل. فالقرآن بيعلمك ما لم تعلم وبيبصرك ما لم ترى، فلما بتبدأ من خلال تنظر إلى العالم وإلى نفسك وإلى صفات الربوبية من خلال سورة العلق بتشوف الناس صح، وبتعرف نفسك صح، وبتقدر وبتبدأ تفهم يعني إيه ربوبية ويعني إيه الرب وإيه أول علاقة بين الإنسان وبين الرب، بين الخالق وبين المخلوق، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق. فبتبدأ الصورة تخليك تشوف صح. نبدأ مع بعض سورة العلق سريعا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. هذه الآيات لغاية قبل كلا إن الإنسان ما يطغى نزل بها جبريل لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وقاله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه حتى بلغ منه صلى الله عليه وسلم الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فكرر ذلك ثلاثا حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. نقف سريعا وقفات مع أول آية ديت. أول شيء إن أول كلمة بدأت اقرأ، قيل اقرأ القرآن، وكأن البداية في علاقتك بالله عز وجل هي في قراءة القرآن، لأنك أنت هتوصل لربنا إزاي؟ ما هو أنت نفسك ترضي الله عز وجل ونفسك تفهم تعمل إيه وإيه هي الحقائق الكونية العظيمة الموجودة، كل ده موجود في القرآن. فتخيل الإنسان من غير القرآن فعلا إنسان أعمى. فلو إنسان بدأ بدون اتصال بالقرآن هيبقى إنسان تائه، ينظر يقدر الأشياء على غير قيمتها، يغرف الأشياء، يبدأ يغرف الأشياء مش عارف قيمة الأشياء. فأول شيء، أول وقفة معانا في السورة قضية القرآن، وإن لا وصول لك بدون القرآن، مش وصولك هيتأخر، لا وصول لك إلى الله عز وجل بدون القرآن. الفوائد كتير، فإحنا إيه بنجمع فوائد سريعة مع بعض. ثانيا، إن السورة بدأت بأمر اقرأ، ما بدأتش سنقرئك مثلا. فلازم الإنسان يفهم إن عشان ينطلق إلى الله عز وجل تجد إن السورة مفادها اقرأ ولا تطعه واسجد. مفاد الصورة كبتطلع بها كأوامر تنفذها، في أوامر وفي منهيات. فالإنسان اللي مش هيبدأ ينفذ اللي بيتقاله من الأول مش هيوصل. يعني اقرأ دي سلم، قم فأنذر سلم، قم الليل سلم، معراج بيصعد بيك. لو مش هتطبق الأشياء دي مهما بقى عاد تفكر أو تتمنى لا وصول لك. يعني لما ربنا قال لسيدنا موسى أنا اخترتك، قال خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لما ربنا قال لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى كل تشريف مع أمر، لما يجي تشريف معين ده مش معناه أنك وصلت خلاص، لا، ده معناه زيادة الأوامر اللي عليك. فالبداية بدأت بإقرأ، إنك لازم تتقرب بالشبر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يبقى أنت اللي بتاخد الشبر الأول،
ومشكلتنا في الأغلب، يعني مش في الأغلب، دايما مشكلتنا في الشبر الأول، لأن ربنا بيقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فأنت عندك ذراع سهل، ذراع من الطريق إلى الله عز وجل مستنير في سهولة، لأن في معية ربنا، فبتمشي في الذراع ده بسهولة، فتتقرب الذراع يتقرب الله إليك باع، تمشي في الباع تبدأ تمشي يأتيك الله هرولة، تبدأ تجري أنت في الطريق. فكل الطريق سهل ما عدا أول شبر لابد فيه من بذل ومشقة، فلا اقتحم العقبة، لازم في عقبة في الأول بتقتحمها بترمي نفسك فيها. فالشبر بدأ بإقرأ، وبعدين قم فأنذر، وبعدين قم الليل. فهذه الأوامر لا بد أن الإنسان يطبقها، الأوامر دي مش جاية عشان مجرد إن هي تتلى، لا تتلى وتطبق. فأول تخيل أول آية في القرآن أمر اعمل كذا. كتير من الناس مش عايز يسمع كلمة اعمل وما تعملش، يعني هو عايز حتى لو هيسمع مش عايز يطلع بأعمال وعايز يطلع بكلام، لا. فأول شيء في القرآن أمر، تاني شيء إن أول شيء في القرآن أمر لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا بقارئ. فلما يطلب منك أشياء أنت ما عملتهاش قبل كده ما تقولش مش هينفع. فكان الحل إيه؟ اقرأ باسم ربك، إنك تستعين بالله حتى لو ما تعرفش. يعني أقول لك اشتغل في الدعوة، يبقى تستعين بالله وتبدأ تبذل الأسباب، لأن عندنا بعد كده علم بالقلم، قلم ده سبب. يبقى لابد إن الإنسان حتى لو طلب منه أشياء ما بيعملهاش قبل كده ما نقولوش صلي القيام، يقول لك أصل ما صليتش قبل كده، ما اقرأ القرآن أصل صعب، اطلب العلم أصل ما أعرفش، ادعو إلى الله أصل ما أعرفش، لا. فأول أمر نزل أو أول كلمة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أمر لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا البداية كانت بيقرأ، كان المتوقع إن البداية تبقى بقوم الليل أو قم فأنذر، لا اقرأ قبل قم الليل وقم فأنذر. ليه؟ ليه البداية بإقرأ قبل قم الليل وقم فأنذر؟ البداية بالثلاث أوامر دول، هم دول أركان الإنسان المسلم الصالح المصلح، ثلاث أركان: يقرأ، يتعلم كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله، يقوم الليل. ليه البداية بإقرأ قبل قوم الليل وقوم فأنذر؟ احنا أشرنا إنه عشان يمشي صح، لأن أنت هتدعو إلى الله عز وجل من غير قرآن هتضل هتضيع. أنت حتى لو قمت الليل وقلبك انشغل عن معاني القرآن، بعض للأسف يعني الناس ممكن قيام الليل يطغيه أصلا، يحس إنه هو إيه، وزي ابن القيم يتكلم عن أحيانا الإنسان اللي، وكثير من السلف لما كان بيقول يعني إنه هو يبيت نائما ويصحى نادما أحب إليه من أن يبيت قائما ويصحى معجبا، يعني يصحى الصبح يستيقظ معجبا أو يصبح معجب بقيامه، ده أسوأ من إنه هو لو كان راحت عليه نومه وقام ندمان على تقصيره بينادي الله عز وجل، كان أفضل له أنه يصحى ندمان. فالشاهد أن البداية بإقرأ هي اللي بتديك النور في كل حياتك بعد كده، اللي هو قراءة القرآن. وزي ما بيقول زي ما بقول بالإمام البخاري: العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى لابد أن الإنسان لما بيقرأ بيتعلم من خلال القرآن. يبقى أول شيء احنا قلنا البداية بالأمر، تاني شيء طب أنا ما أقدرش، باسم ربك تستعين بالله عز وجل وتذكر اسم الله عز وجل على كل شيء، على الصعب وعلى السهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا سهل، ما فيش حاجة سهلة إلا ما جعلته سهلا.
يعني حتى حفظ الآيات الصغيرة دي مش سهل إلا أن يسهله الله عز وجل. فقضية اقرأ أو أي أمر من أوامر الدين بيبدأ القرآن يعلمك في أول الآيات، آية مش أول آيات، أول آية في القرآن، إن أي شيء لابد أن تستعين فيه بالله عز وجل، وأن تذكر اسم الله عز وجل عليه، وأن تستحضر دائما معية الله عز وجل لك أثناء السير والطريق إلى الله عز وجل، لازم. وإلا زي ما قلنا هتنسب الأشياء إلى قدرتك، وإذا لم يكن من الله عون للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده. لو ربنا ما عنش الإنسان، أول حاجة تضيع الإنسان عقله ودماغه واجتهاداته لو صار بعيدا عن الله جل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا بدأ الكلام عن الربوبية وعن صفة الخلق لله عز وجل من صفات الربوبية. ليه ما قالش اقرأ باسم الرحمن الرحيم؟ ليه من الأول في هذا الطريق الطويل اللي بدايته كانت اقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يسجد عند الكعبة وأبو جهل بيقول له لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين أظهركم لأطأن عنقه. هذه البداية إلى الطريق الطويل اللي انتهى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الطريق الطويل ده بدأ باسم ربك. ليه الربوبية وليه الخلق؟ لو جينا نشوف كده أول خمس آيات أو أول ست آيات، لو جينا نبص كده على أول خمس آيات وست آيات هنلاقي فيها أن كلمة ربك جت مرتين وكلمة الإنسان جت مرتين في أول خمس آيات وأول ست آيات، يبقى جت ثلاث مرات، والخلق جه مرتين. خلاص، كأن البداية اعرف نفسك واعرف ربك، والبداية دي اللي بيبدأ من غيرها زي ما قلنا بيضل، اللي مبقاش عارف قيمة نفسه قد ايه هو فقير، قد ايه هو ضعيف، قد ايه هو محتاج. اللي ما بيبدأش البداية دي وبيعرفش قد ايه ربنا قدير، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يخلق من العدم، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى له فضل على الانسان، هو الذي رباه بنعمه. هي دي البداية، كأن بداية القرآن اعرف ربك واعرف نفسك. لازم تعرف الحقيقة دي، اعرف ان الناس كلهم علق، اعرف ان ربنا جابهم كلهم من عدم، اعرف ان ليك رب بيربيك بالنعم، يعني انت بتربو، يعني انت بتزيد في كل حاجة، في جسمك وفي مشاعرك وفي افكارك وفي فهمك وفي قوتك وفي اموالك، اي شيء النمو اللي بيحصل، ومش انت بس، الكون كله والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، كل الكون بيربو برعاية الله له، إن ربنا سبحانه وتعالى ربه. مش كده بتقول الحمد لله رب العالمين. ربنا خلق الكون ده بصفات معينة، من هذه الصفات إن الكون سنة بيكبر تدريجيا، يعني الإنسان لما بيتولد بيقعد 9 شهور بيبدأ الأول مني ومع البويضة، يبقى بعد كده العلقة تتمسك، تمسك العلقة في جدار الرحم وتبدأ تكبر، مضغة تتخلق والعظام يكسو اللحم، وبعدين ينزل. انت مستني 9 شهور مش هينزل لك واحد في 6 ابتدائي مثلا، مش هينزل يجري، لا ده لسه انت مستني 9 شهور بقى معتقد بقى ان خلاص. وهو ده على فكرة الإنسان الملتزم، يعني ممكن يفتكر بقى أنه إيه قاعد بيجاهد بقى له 9 شهور أنه خلاص بقى أنه هو بقى ينطلق. لا، الإنسان فطر أنه هو بيربو إلا أن يشاء ربي شيئا. فتخيل الإنسان بينزل ولسه بيحتاج يرضع، ولسه بيبكي ولا يتكلم وبيعرفش يمشي، ويبدأ يزحف ويبدأ النبتة تبقى بذرة وتبدأ تطلع الجذور والساق والأوراق فالكون كله بيربو. ليه ربنا خلق الكون كده؟ في صفة التدرج دي، إن الشمس مش تيجي مرة واحدة وتقفل مرة واحدة،
يعني تخيل كده احنا قاعدين فجأة الشمس طلعت، وبعدين مثلا الساعة 5 5 10 5 وتل فجأة الشمس غاب، ما بيحصلش كده، بيبدأ في نوع من الايه؟ التدرج. فالتدرج ده ليه؟ من حكمة التدرج في الكون كله في النمو ده، انه يظل يحتاج الى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياتي. طول ما انت بتكبر انت محتاج لربنا، طول ما قلبك بيدق، طول ما الكلية شغالة، طول ما الرئة شغالة، طول ما الخلايا بتاعت جسمك بتنمو، طول ما البذرة بتكبر وتبقى نبتة وبعدين شجرة، طول ما السماء بتتمدد، كل ده يحتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته. فالكون كله لا يستغني عن ربه لحظة واحدة. عشان الإنسان بمجرد ما يشعر، يظن جاهلا خاطئا مخطئا، يظن أنه استغنى في مرحلة من المراحل، لو ظن اللحظة، لو ظن ولو للحظات بالاستغناء هيطغى. يعني الإنسان وهو في بطن أمه يحتاج إلى ربه، وهو رضيع يحتاج إلى ربه. فدي ممكن تبقى واضحة، لأنه هو محدش هيوصل له وهو علقة ومحتاج لربنا ولسه رضيع. طب لما يبقى شاب وبلغ أشده 30 سنة وراجل معاه شهادات ومعاه أموال، أيضا يحتاج إلى ربه. هو طوال رحلة حياته والكون كله هو أشبه بالعلقة، يتعلق بالله عز وجل. الكون كله طوال يعني زمنه يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. ما تسقطش ورقة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كل شيء يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. فالبداية برب العالمين، اقرأ باسم ربك. ومن صفات الربوبية الكتير صفة الخالقية. ليه صفة الخلق؟ ليه الكلام دايما في البداية على الخلق؟ أصل طبيعي الإنسان العاقل أما يروح في أي حتة أو يسأل أنا إيه اللي جابني هنا؟ يعني ده سؤال منطقي. أما يبص كده يعني طبيعي أن الإنسان أما يبدأ ينظر يقف بس 3 دقايق، يبص على دراعه وعلى قلبه وعلى إيده ورجله والشمس، يبدأ يسأل أول سؤال منطقي، يقول مين؟ مين اداني هنا؟ مين اداني ده؟ مين اداني ايدين؟ مين اداني رجلين؟ مين جابني هنا؟ مين خلق؟ ده طبيعي. انت بتدخل بيتك وتلاقي حاجات جديدة، أول سؤال بتسأله مين اللي، قبل ما تسأل إيه الحاجة؟ مين اللي جابها؟ تخيل أنت مروح الوقت البيت، لقيت البيت مليان أكل وشرب وهدوم وكل اللي أنت عايزه، كل ما تتمناه وجدته في بيتك. مش منطقي جدا ان تدخل مغير ولابس الهدوم الجديده واكل وداخل نايم عادي. ده مش منطقي ابدا. يعني ده اعزكم الله، دي اخلاق الانعام. تدخل تلاقي اكل تاكل، ما فيش مشكله، مش ما بتقعدش تفكر ايه ده، ايه اللي جاب الاكل ده هنا. انما ربنا بيقول فلينظر الانسان، البني ادم ينظر الاول الى ايه؟ الى طعامه. ده طبيعي، مش بيتحط له أكل يقوم داخل واكل وماشي وخلاص. جه لقى إيدين ورجلين أم شغال وخلاص؟ لا، طبيعي إنه يقف يسأل. فالفطرة الطبيعية لما تضغط عليها بصفة الخلق تستجيب. ده طبيعي. عشان كده الكفار كانت البداية معاهم بالضغط عليهم، ولئن سألتهم من خلق كان يقولوا ربنا. فتبدأ تقول لهم بقى وبما أن إذن بما هو اللي خلق إذن له الأمر، ألا له الخلق والأمر. لما يفسد فطر الناس تيجي تقول له مين اللي خلق يقول لك معرفش، ده ضايع، ده محتاج بقى من إيه؟ من قبل الأول. إنما الكفار المشركين أعتى الناس، وبالطبع اليهود والنصارى، ودول كانوا أعداء الإسلام، تسألوا مين خلق يقول ربنا، تبدأ تكمل. فبدأ الغرب الوقتي عايز يمسح من الناس ذكر الخلق، طغيان الأسباب اللي وصل له الناس. اعتقد انه ممكن يعمل كل حاجة انه يرجع يكتشف سر الحياة، انه بيطلعوا في الكون يقولك بنبحث عن مكان اخر نعيش عليه غير الارض. حتى يقول يسموه ايه؟ يسموه غزو الفضاء.
غزو ليه؟ مش اكتشاف؟ شوف خد بالك من التعبيرات، الإنسان لما بيبعد عن الاتصال بالله القرآن عدائي. غزو، غزو ليه؟ أنت بتغزو مين؟ أنت بتعادي الله قصدك؟ بتغزو الفضاء؟ هو أنت ليه معتقد دايما، أنت ليه ناس إن ليك رب؟ ليه ناس إن ليك رب هو اللي خلق كل شيء؟ يعني أنا شفت فيلم تسجيلي علمي بيشرح الكون والمجرات والمسافات وإيه الكواكب، ففيلم مبهر. انت طول ما انت بتتفرج على الفيلم عمال تقول سبحان الله، غصب عنك اجبار. فتلاقي الراجل اللي بيعمل يشرح في اخر الفيلم بتاعت ساعه ونص يقول ايه، ولا نعلم من الذي اتى بهذه الاشياء، ولا نعلم ايه اللي هيحصل، ولا كيف اتينا، ولا ايه، ولا كيف كانت البدايه، ولا ايه اللي هيحصل. يا نهار ابيض، مش عارف، مش عارف. سألت طفل صغير على فترة يقول لك ربنا، أي حد ما تعالى عم محمد مثلا إيه اللي عمل، يقول لك ربنا. أي حد تسأله، مش وعلماء في الفلك فطغيان الأسباب. وهنا لما نيجي نبص كده، نبص على المعلة ديت، الذي خلق يبقى دي القدرة المطلقة. خلق الإنسان من علق، بالنسبة للإنسان العلق ده العجز المطلق. ما هو العلقة دي يا جماعة ده شيء كده، حتة لحمة متعلقة في جدار الرحم، والسوائل ودم بينزل، وهو في لحظة يعني معرض انه ينفك وينهار وينزل. شفت مشهد كده، مشهد يعني واحد اترمى في شلال وشلال جارف، والشلال عمال يخبط يمين وشمال، وبعدين لقى حتة شجرة طالعة ماسك فيها، وفي لحظة الشجرة عمالة تبدأ تفك تفك، وحظه بقى جه مثلا أي حاجة بدأت تاكل في الشجرة. عارفين انتوا المشاهد الدراما ديت والإثارة ديت، وعمال بقى يتفرج على الشجرة وهي بتتفك. هو ده الإنسان، متعلق علقة في كل حاجة، يعني في كل خطوة من خطوات حياته هو كده. بس هو أحيانا غطاء الأسباب بيعميه. فالعلق ده العجز المطلق، فالإنسان عاجز. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ربنا كريم، الذي علم بالقلم، الإنسان جاهل. طب عندنا معادلة، الإنسان عاجز، الإنسان جاهل، الله قدير، الله كريم، كان المتوقع الإنسان يطيع ربه. تفاجأ إن آية رقم 6 بعد المقدمات الخمسة دي، كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى. أنا عايز أقول كلمة بس ما ينفعش تسجل، ده الإنسان ده، فاهمين أنتم؟ إنسان مش ممكن. إيه ده؟ إيه اللي أقول إيه؟ إيه الدنو ده في المعاملة؟ إيه ده؟ عاجز، جاهل. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إذا دي بيسموها في اللغة إذا الفجائية، من نطفة فإذا هو. عارف ابنك مثلا وانت ما عملتلوش حاجة، أنتم تخلقونه، ابنك بقى أنت عمال جبت له البامبرز ورضعته وتصرف عليه وتودي حضانة وتدخله ابتدائي، ويقول عايز شنطة وعايز جزمة وعايز مش عارف ايه، وتقعد ويطلع. واول فلما اشتد ساعده رماني. تخيل اول لما يبدأ يكبر يبدأ يطغى عليك وما يعبركش ويقسو عليك. ايه ده؟ تبقى انت عايز تقول على الشخصية دي ايه؟ يعني انتوا بقى براحتكم، كل واحد يحط بقى اللي هو ايه. فتخيل لما الإنسان يعمل كده مع ربه، دي البداية. معقول؟ بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال، يقول الله عز وجل، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. إيه؟ أنا نسيت معك إيه؟ إيه اللي أعماك؟ مش كده؟ كلا إن الإنسان ليطغى. شوف التأكيد، الإنسان ثلاث مرات. خلق الإنسان من علق، يبقى الإنسان من علقة. علم الإنسان، يبقى الإنسان جاهل. كان المتوقع الإنسان يطيع، كلا إن الإنسان
لا يطغى. ايه ده؟ ايه المفارقة الرهيبة دي بين المقدمات والنتائج؟ ايه المفارقة الرهيبة دي؟ نسي انه خلق من عدم، نسي ان ربه اكرمه، نسي، نسي حينما كان نطفة كان لا يستطيع ان يدفع عن نفسه اي شيء حتى الهواء، ما يعرفش يعمل حاجة لنفسه. فالضغط على الفطر بصفة الخالقية تخلي الفطرة اللي فيها بقايا فطرة سليمة تستجيب. في البداية في القرآن بدأت بالخلق عشان كده، وأيضا الخلق بيخليك مع ربنا مش خايف من حاجة. الخلق بيديك يقين في قدرة الله، الخلق بالذات يعني الرحيم واللطيف والرؤوف، كل دي صفات بترحمك، أو في لطف، أو في حاجات مخلوقة ربنا بيرحمك بحاجة معينة بسبب معين. الخلق هو الإيجاد من عدم، حاجة مش موجودة وربنا جابها، لا يستطيعها إلا الله. عشان كده لما سيدنا زكريا قال أن، قال قد خلقتك من قبل، فكروا بالخلق، كلموا عن صفة الخلق. لما تعجب زكريا ازاي يجي الولد وامرأته عاقر وبلغ من الكبر عتية، قال قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالتذكير بصفة الخلق، صاحب الجنتين شاف الجنات والأنهار والنخيل والعنب والأشجار، قال ما أظن أن تبي معايا أسباب، الأسباب دي لا يمكن تروح أبدا. قال أكفرت بالذي خلقك، تنسيت أصلك، أنت جاي منين، الحاجات دي جات منين، أين خالقها، أين مبتدئ خلقها ونشأتها، فين؟ فصفة الخلق تلاقي كتير، خلق. وبعدين شوف الجمال، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق هنا قالوا المفعول محذوف يعني خلق كل حاجة. وبعدين خلق الإنسان، طب ما كان ربنا قال الذي خلق والإنسان من ضمن اللي ربنا خلقه، ليه التركيز على الإنسان؟ كأن في عناية خاصة بخلق الإنسان، وكأن اللي خد العناية الخاصة هو اللي طغى. يعني كان المتوقع، ربنا خلق كل حاجة وخلق الإنسان بعناية خاصة. وتسجد لما خلقت بيدي، حاجة خاصة نفخ فيه من روحي سبحانه وتعالى. العناية الخاصة دي كانت تستوجب مزيد شكر، إنما الكون كله يقول أتينا طائعين، والإنسان اللي خد العناية الخاصة يطغى. إيه المفارقات العجيبة دي؟ خلق الإنسان كمال العناية من علق أصله، وخلق الإنسان يعني كل الناس. فلما تيجي تبص على الوزير والرئيس وفلان والطبيب والمهندس، كلهم علق. ودي مقدمة عشان لما تيجي تتعامل مع أمثال أبي جهل اللي هيجي دلوقتي، أبو جهل اللي منع، مش هيجي دلوقتي يعني هيجي السلام، أنا قصدي هيجي يعني هيجي معنا في الآيات، بتيجي تتعامل مع أمثاله تعرف أنه أصله علقة، فتعامله على قده، تديله حجمه الحقيقي. احنا قلنا القرآن بيخليك تبصر الأشياء على حقيقتها، فتدي لفلان حجمه. مش كده سيدنا موسى يقول لهم، بيقول لبني إسرائيل انتوا خايفين من الهيلمان ده يعني فرعون واللي معاه، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يجيبكم بس يعني هو يشيله ويجيبكم مكانه. ده عند بني إسرائيل ازاي يعني؟ مش متخيل ان بأسباب بسيطة جدا ان ممكن الموضوع عادي، يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. عاد قالوا من أشد منا قوة، ربنا أهلكهم بإيه؟ بهوى، مش شوية هوى، ما عرفش يقف قدام شوية هوى يعني. فالإنسان بيطغى. أنا قرأت أثر مضحك في الطبري الإسرائيليات، إن سيدنا موسى ومعاه بني إسرائيل وبيجروا، فضرب البحر ففلق البحر، فدخل موسى وبني إسرائيل. أنا متوقع أن فرعون أول لما يشوف المشهد يقول الله، إيه ده، ويقول بقى آمنت،
فرعون لما شاف المشهد ده التفت إلى جنوده وقال: ألا ترون البحر فلق فرقا مني؟ شايفين؟ طب ما هو اتفرق لموسى قبلك، يعني مش فاهم يعني ايه، كأنه من شدة خوفه من بدري، يعني من مسيرة شهر ايه ده؟ ايه الغباء ده؟ العجيبة ان اللي معاه صدقوه مشوا. يعني انا مش متخيل، يعني انا مش عايز اطلع بس بره، يعني الواحد بيقرأ في سورة الزخرف فرعون بيقول ايه؟ الآيات: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ويقول لولا ألقي، ده هو الوقت لما بيقول إن موسى نبي، فبيقول لهم بقى، شوف بقى الخطاب العقلي اللي بيقنعهم فرعون، بيقول لهم إيه؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ده بيعمل مقارنة، بيقول لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. أنا حاسس ده خطاب أطفال بيضحك على شوية عيال، بيقول لهم آه لو كان معاه ذهب أو معاه ما، يعني العجيب إن الآية بعدها إيه؟ إن الناس بتسقف. فاستخف قومه فأطاعوه، ده صدقوه. إيه ده؟ صدقوا الكلام ده؟ يعني مش متخيل، صدقوا الكلام اللي ان اسوره ذهب تنزل، او صدقوا الكلام ده؟ فاستخف قومه، فاستخفوهم هم كانوا خفاف العقول، فاطاعوا انه كانوا قوما فاسقين. فالشاهد ان القران بيبصرك تعرف حقيقه عاد وفرعون واي امثال ابي جهل، حقيقتهم علق، وتعرف قدر من تعبد والى من تسجد ومن أنزل عليك القرآن. إنه الذي خلق قدرة مطلقة يفعل ما يشاء في الكون. مش كده سيدنا إبراهيم شايف النار ومش خايف، اللي خلقها يطفئها، الموضوع عنده هو خلاص رأى الأشياء على حقيقته. فخلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يبقى أنت كنت ممتنع عن القراءة عشان حاجتين، عشان عجزك، عشان انت عاجز، وعشان انت جاهل. فربنا بيقول لك ربنا قدير وربنا كريم، فاسلك هذا الطريق. تخيل انت ماشي في طريق ربك اللي رب الذي طالما رباك بنعمه، الذي لطالما رباك بنعمه سبحانه وتعالى، ربك قدير وربك كريم. يعني لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى في سورة طه، فسيدنا موسى طلب طلبات: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري. فلما طلب الطلبات دي فربنا بيقول له: قد أتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا، دي مش أول مرة، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل. يبقى الذي طالما رباك بنعمه، يعني ربنا ابتدأ النعم عليك وانت ما عملتش حاجة، وانت لسه ما عملتش أي حاجة. أفلا يتم نعمته عليك وأنت تطيعه؟ يعني ربنا لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. مش دي انت كنت لسه ما عملتش حاجة وربنا ادهالك، فلما تعمل هيديك طبيعي. فالذي رباك بنعمه من قبل أن تفعل شيئا أفلا يتم نعمته عليك وأنت تطيعه؟ اقرأ وربك الأكرم، توكل انت بس على الله وربك كريم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بعضهم أشار إن معاملة ربنا قد تكون بأسباب وقد تكون بغير أسباب. علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. علم بدون افتقار طغيان. هنا الآية تتكلم عن العلم، هو علم الإنسان اللي هيتعلم العلم، وهذا العلم لا يزيده سجودا ويزيده اقترابا، زي ما في آخر السورة، السورة بدأت بيقرأ وختمت بيسجد واقترب، يبقى اللي بيقرأ بيسجد ويقترب.
اللي بيتعلم بيزداد، إنما العلم الخشية، زي ما قال ابن مسعود إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر. يبقى العلم الذي لا يزيدك خشية يزيدك طغيان والعياذ بالله. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه الإنسان بيطغى يا جماعة؟ ليه إنسان يبدأ يحس، ليه يبدأ تشوف أفعال الإنسان إنه بيطغى في علاقته بالله؟ إيه السبب الرئيسي؟ تقوله الرآه استغنى. رآه، الهاء دي عايدة على مين؟ يعني لو عايزين نشيل الهاء ونحط الهاء، ده ضمير، عايزين نشيل الهاء دي ونحط اسم مش ضمير. أيوة، رأى الإنسان نفسه، يعني شاف نفسه. بمجرد ما تبصر بس وتعتقد في قدراتك هتبدأ تطغى. تشوف مثلا واحد مريض على السرير، يا رب يا رب يا رب، أول ما رجله بس بره المستشفى ده لو كان نايم وبدأ يقعد يبدأ ينسى، ينسى الاحتياج. أول ما يحس بالاستغناء بالصحة أو الاستغناء بالمال يبدأ يطغى. غشاوة الأسباب اللي بتخلي الناس تطغى، لأن المشركين في نص البحر قالوا يا رب. المشركين أما جون في نص البحر قالوا يا رب، لما فقد الأسباب قال يا رب. فطبيعي إن أي حد بيفقد الأسباب بيقول يا رب. إن بقى في ناس تدخل نص البحر وما تقولش يا رب، ده مصيبة تانية. ده زي لما تيجي تسأله مين اللي خلق أقولك معرفش. دول أنا عايز أقول دول شواذ الفطر أصلا. فطبيعي إن الإنسان لما بيبعد عن الأسباب بيفتقر. ربنا بيقول لك لابد أن تنظر إلى الأسباب على أنها لا تسوي شيئا إلا بالله. لازم، ولا يا عم علاء مش معنى يعني مش معنى كده إن لا، مش معنى شوية عضلات إنك تفتقر، لا الموضوع مش كده يعني. فلازم الإنسان ما يطغاش بالأسباب، كلا إن الإنسان لا يطغى. السبب الرئيسي الرآه استغنى. الإنسان ده بقى تذكره بإيه أو هو يرجع إزاي؟ إن إلى ربك الرجعى. لازم يفتكر إن يوم هيرجع لربنا. خد بالك إن إلى ربك الرجعى ديت خطاب للإنسان الطاغية وخطاب للإنسان اللي هو بقى في الأول هو إنسان فقير جاهل عاجز بدأ يجاهد وبدأ يتقرب الشبر إلى الله. فالمجاهدة دي ربنا بيقول لك أنت هترجع لربنا وهيعطيك ثواب كل خطوة خطتها، ولا يظلمون نقيرة ولا قطميرة، ما فيش حاجة هتظلمها. فإن إلى ربك الرجعى. ربنا بيقول لك الإنسان اللي بيطغى ده افتكر إن في يوم هترجع لربنا وهتتسأل. هذا الإنسان الذي طغى، فعلاج الطغيان تذكر الدار الآخرة. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ من أول سورة في القرآن وربنا بيعرفك إن الطريق ده الناس مش هتسيبك تمشي فيه. ربنا من أول سورة بيعرفك إن في أعداء أعدلك على الطريق، والأعداء دول مش مثلا لما تيجي تدعو إلى الله يمنعوك، أو لما تيجي تطلب العلم هيمنعوك، أو لما تيجي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هيمنعوك. لا لا لا، ده بمجرد أن تصلي هيمنعوك. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا إيه؟ عبدا مش عبدا صلى، عبدا إذا صلى، يعني بمجرد ما يبدأ يصلي هيبدأوا ينهوك عن الصلاة. في أعداء أعدلك مستنيين لحظة دخولك المسجد يمنعوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه كلها. أعد لك بأطروقه إيه؟ كلها، مش أعد لك في سبل الإصلاح وسبل الصلاح سايبك، لا، في ناس هتنهاك حتى عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فربنا بيقوله اللي بينهى عبدا إذا صلى ده
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى مش جايز اللي أنت بتنهاده يكون هو اللي صح؟ وشوف الخطاب، يعني واحد بيعادي الإسلام، وشوف الخطاب ربنا بيقول له إيه، عارف زي سورة سبأ، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ربنا بيقول لهم، أنت تقول لهم واحد فينا صح وواحد فينا غلط، لأن ما ينفعش حاجة اسمها اتنين صح. أنت اللي صح يا عم إبراهيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة تانية السورة دي بتديك البداية الصح، واللي هيبدأ من غير سورة العلق هيضل. البداية قد ايه الإنسان فقير، وقد ايه الإنسان عاجز، وقد ايه الإنسان جاهل. البداية قد ايه ربنا قدير، قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا حليم على هذا الإنسان الذي يطغى. البداية ان الأسباب، يا جماعة دي البداية، يعني 6000 آية وشوية، 6200 آية وشوية، و114 سورة، دي البداية، بداية هذا الطريق الطويل. يعني دي أسس، يعني دي العمود اللي بيغيب منها انهيار. يعني زي ما في أركان وفي واجبات وفي سنن، دي أركان، دي عواميد ما ينفعش تغيب عن قلوب الناس وعن أفعالها. البداية إن في ناس مش هتسيبك، البداية إن الناس دي هتنهاك حتى عن الصلاة، والبداية أهمية الصلاة. اللي بدايته ما فيهاش صلاة قوية، سواء في الفروض أو في قيام الليل، دي بداية ضعيفة، بداية لا تكمل. عبدا إذا صلى، وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر بالسجود، لا تطعه واسجد، كأنها واسجد أي واستمر في السجود. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم السجود، ودي البداية. فبداية من غير صلاة بداية لا تثمر. يعني إنسان لا يقرأ القرآن في القيام، يعني لا يقوم الليل بالقرآن، ده بداية ضعيفة، هيكمل إزاي؟ مفيش بداية أصلا مشرقة ولا محرقة ولا أي بداية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فنرجع بقى للخطاب، ربنا بيقول له، بيقول اللي بينهى، يعني أرأيت إن كان على الهدى، اللي أنت بتنهى، ما قالوش بل هو على الهدى، وهو حتما على الهدى صلى الله عليه وسلم. ربنا بيشوف الخطاب، تفكر، طب مش جايز هو صح؟ زي ما مؤمن ألف فرعون قال لهم، طب في احتمالين، إياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني هو إياك كاذبا فعليه كذبه، بس في احتمال، والاحتمال الثاني عواقبه مش سهلة، ففي احتمال. فربنا بيقول له أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. وفي قول مش معناه إن هو كان نقاش عقلي، لا ده معناه أرأيت إن كان على الهدى أفتنهاه لأجل أن يصلي ولأجل أن يأمر بالتقوى؟ ألأجل هذا تنهاه؟ أي عقل تحتويه؟ يعني وأي تفكير تفكر؟ يعني عشان بيصلي تقوم تنهاه؟ يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. ألأجل أنهم يتطهرون؟ ألأجل أنهم يصلون؟ يعني فلان متشدد ليه؟ أصله بيتكلم عن الدار الآخر، بجد والله. فلان متشدد ليه؟ أصل بيقول حرام وحلال، أمال نخليه الحلال والحلال، يعني مش عارف. فلان متشدد ليه؟ أصل بيقول كلمة كافر، طب ما القرآن مليان كلمة كافر، أمال هو يعني، أمال كل واحد يعني ولا إيه؟ فتجد يعني أنت بتنهاه ليه؟ عشان بيصلي؟ المشركين في مكة فزعوا من صلاة أبي بكر في ساحة الدار، كان يصلي صوته يبلغ الناس، وكان رجل أسيف، فكان النساء والصبيان بيجوا عشان يسمعوا صلاة أبي بكر، فخافوا من صلاته. شوف خافوا يعني إيه، الناس مش خايفة من دعوتنا،
هما كان زمان صلاتهم تغير مجرد صلاته، عشان كده لما قوم شعيب حسوا ان هو اتغير فقعدوا يدوروا ايه الحاجه اللي غيرته، لقوها الصلاه، فقالوا له اصلاتك تامرك، كان ما فيش حاجه اتغيرت فيه غير الايه، غير الصلاه، والصلاه دي المحرك الاساسي اللي بيامره وبينهاه، لقوا ان الصلاه بتغير فيه فعلا، الصلاه بتامر بالمعروف وتنهاك عن المنكر. فقالوا اصلاتك تامرك، كان الصلاه اللي بتامره ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، انك لانت، ايه اللي حصل لك؟ ايه الحاجه اللي غيرتك دي؟ ليه الصلاه غيرتك كده؟ انك لانت الحليم الرشيد، اما قيل اي لكنت انت الحليم الرشيد، وايه اللي غيرك؟ او استهزاء، انك لانت الحليم الرشيد. فالشاهد كانوا ينهونهم عن الصلاه، كانت الصلاه بتغير ليس فقط في انفسهم ولكن في غيرهم. تخيل لما مشهد الصلاه يغير الناس. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ طب اللي بينهى ده بقى، طب هو بيعمل إيه؟ طب أنت، هو أنت شايف إنه وحش عشان بيصلي؟ طيب هو وحش، أنت بقى بتعمل إيه؟ عارف لما يجي مثلا مذيعة قمة التبرج وبعدين بتستضيف واحد إسلامي وهي الحلقة كلها ان هو وحش، ان هو متشدد وجاهل ومخرف ومخرب وهيدمر الاقتصاد، طيب ماشي، هو وحش، انا وحش، ايه الطرح بقى اللي عندك؟ يعني ايه البديل؟ انا دلوقتي مش انا وحش، يعني زي سيدنا شعيب بيقول لهم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح، يعني مش معنى انك تكرهني انك تخش النار، يعني دلوقتي انا وحش تقوم ترمي نفسك في جهنم؟ يا سيدي اعبد الله، انت طبق انت الاسلام، فانت دلوقتي انت بتكرهني، طب اطرح انت بقى الطرح، انت بتقول مش هو ده الاسلام، خلاص قول بقى، امال الاسلام ان احنا نقلع يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني ايه علاقه، طب انا وحش، ايه الطرح البديل؟ فربنا بيقول له ارايت ان كذب وتولى، طب هو عمل ايه غير ان هو كذب وتولى؟ يعني هو ده البديل؟ يعني انت بتنهاه وشايف ان هو ده البديل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يبقى السورة دي حتى الآن فيها نوعين من التهديد، الأول إن إلى ربك الرجعى، ده يوم القيامة، وطوال هذه الفترة ألم يعلم بأن الله يرى. الشعار ده يا جماعة يعني ده مش بس حتى نخاطب بيه الأعداء، انت لو شعارك قبل أي فعل بتفعله ألم يعلم بأن الله يرى، يعني الشعور ده يدفع اللي بيخشى اللي بيعادي الإسلام إنه يخشى الله، يخوفه من ربنا إن ربنا شايفك، ربنا يحاسبك على كل كلمة بتفعلها. وزاد للإنسان في الطريق إلى الله عشان يخلص كلامه، يخلص كلامه وأفعاله إلى الله جل. تخيل شعارك في حياتك ألم يعلم بأن الله يرى، أنت مش عارف أن ربنا شايفك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أبو جهل قال أنا أكثر هذا الوادي ناديا، حدش عارف يعمل لي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهره وأغلظ له القول عند الكعبة فقال ألم تعلم بأني أكثر هذا الوادي ناديا، لئن رأيت محمدا لئن رأيت محمدا يعفر وجاءه بين ظهركم لأطأن عنق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، دفع بقوة ويؤخذ بناصيته ويلقى في جهنم والعياذ بالله، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندعو الزبانية، تنزل في الخطاب كأنه إذا كان عندك من الناس فإن هناك زبانية ينتظرونك يدفعونك إلى جهنم دفعا والعياذ بالله، وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ولا النادي الذي معك يستطيع أن يدفع عنك. سندعو الزبانية، الزبانية أصلا من الزبنة أي من الدافع بقوة، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يبقى ربنا
في ختام السورة خاطب خطابين، خطاب للذي نهى وخطاب للذي نهي، خطاب لأبي جهل وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لمن سار على درب أبي جهل وخطاب لمن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لمن سار على درب أبي جهل اعلم أن الله يراك وأن الله سيعاقبك، ولئن استمريت على ما أنت عليه سوف ينزل بك عقاب الله مهما كان معك من قوة ومن أسباب. قضية الأسباب في الصورة واضحة جدا، الاستغناء بالأسباب وإن استغنى بما معه من أقوام أبو جهل. خطاب لمن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على دربه لا تطعه واسجد. الجمال في الختام الصورة إن أبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تسجدش، ما قالوش حتى ما تصليش، قال لئن رأيت محمدا إيه يعفر وجهه، يعني سجود. فجي الأمر بنفس الشيء اللي نهاك عنه إنك تعمله، ده الأول. يعني هو مثلا ما تتكلمش في الولاء والبراء مثلا، تقوم أنت تتكلم في إيه، في مش في العقيدة، في الولاء والبراء. يعني نركز، لأنه هو لما بينهاك عن شيء هو عارف خطورته، تقوم انت تعمل ده. يبقى هو لما ينهاك، لما يقولك مثلا ما تتكلمش مثلا عن أحكام الإسلام في التعامل مثلا مع غير المسلمين، تقوم انت تتكلم في أحكام الإسلام التعامل مع غير المسلمين. السلام ورحمة الله وبركاته. يقولك ما، فهو لما بينهاك عن شيء هو مش بينهاك اعتباطا، ده هو عارف خطورة اللي بينهاك عنه وعارف تأثير اللي بينهاك عنه. ثم انت تعرف ايه، يعني احيانا انت مش واخد بالك من قيمة حاجة الا لما يقولك ما تعملهاش، انت مش واخد بالك من قيمتها اصلا. فهو بيفيدنا، يعني هو لما يقولك ما تعملش حاجة انت بتستفاد، بتعرف قيمة الحاجة دي بقى، تعرف قيمتها. ولما ربنا قال له اسجد عرفه قيمتها، قال له اسجد وايه واقترب. يبقى أحياناً تتبقاش عارف قيمة إلا أعداء الله بينهوك عنه، لأنه هو جرب تأثير ده في نفسه وفي غيره، هو عارف. يعني لما يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هم عارفين تأثير القرآن. لما يقولوا له ائت بقرآن غير هذا، هم عارفين تأثير هذا القرآن. هو جربه في نفسه وفي غيره، هو جربه. فأنت عارف قيمة ده، فده يجعلك تزداد تمسكا بما نهاك عنه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن مش مثلا كلا لا تطيعه وجاهده وحاربه خلاص ولا تنشغل به، وكأن وبعدين مش بس واسجد، ده واسجد وإيه واقترب، ده معاني إيمانية عالية. يعني كأن انشغالك بعلاقتك بالله وبالوصول إلى الله وبالقرب من الله شغلتك عن أي شيء آخر، حتى لو كان تهديد بالقتل. أنت متخيل قصدي إيه؟ يعني شعورك إنك نفسك إنك توصل لربنا، وأخيرا لقيت الطاعة اللي هتوصلك لربنا، فأول لما تلاقي طاعة هتوصلك لربنا تقوم ماسك فيها، حتى لو كان هذه الطاعة تحاط بمخاطر منها القتل. إحساسك وانشغالك بنفسك انك توصل لربنا شغلك عن اي شيء اخر. يعني مثلا قطر مثلا هيوديك اسكندرية وانت لازم تروح اسكندرية، فقالوك الطريق ده القطر ده عليه قطاع طرق وناس هتطلع، وانت عم تسأل يعني الطريق ده هيوصلني، يقولك بس ده في ناس يعني القطر ده بيوصل، بس خد بالك انت لو ركبته في ناس، هما يقولك في ناس بتموت وانت تقول لهم ايه يعني الطريق ده بيوصل، يعني الطريق ده بيقرب، يقولك بس الطريق ده في مخاطر، تقولهم الطريق ده بيقرب. انت انشغالك بقربك وبتحصيل اسباب القرب من الله شغلتك عن اي شيء اخر، حتى لو كان تهديد بالقتل انت مشغول. واسجد واقترب، ربنا دلك على وسيلة القرب منه سبحانه وتعالى. افتنشغل عنها لامر علقة؟ يعني أبعد أن دلني الله عز وجل على أمر يقربني منه سبحانه وتعالى أنشغل عن هذا الأمر وعن قربي من ربي الذي خلقني وأكرمني زي ما في أول السورة، أنشغل عنه لأمر شخص كائنا من كان. والجمال
في صوره زي ما كان الدكتور حازم جزاه الله خيرا كان بيعلمنا يعني، لكن الجمال في شكل السجود بالذات، ان السجود ده وانت ساجد دي الحاله الوحيده اللي انت ما انتش شايف فيها اللي وراك او بتشايف اللي حواليك. يعني انت صلي وانت واقف، لو جه احد يضربك ممكن تتحرك بسرعه، وانت راكع ممكن تتحرك، وانت جالس وشايفه ممكن تتحرك، انما وانت ساجد ده انت قمه الاستغراق في الصلاه، خلاص انت مش شايف. يعني هو هيجي يموتني وانا ربنا بيقول لي استمر على السجود. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في حديث البخاري، يضع عليه سلى الجزور وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. من جمال ايضا الامر في كلا لا تطعه واسجد واقترب، ان الصوره ما بداتش بلا تطعه واسجد واقترب، لا. وده الكلام عن تهييج المعاني الايمانيه بداخلك بتديك الطاقه انك تفعل هذه الافعال. يعني الكلام اقرا تتعلم وتقرا القران وتفهم وتقرا عن صفات الله وتعرف قد ايه ربنا قدير، قد ايه ربنا كريم، وتعرف قد ايه الانسان علقه، وقد ايه الانسان جاهل، وقد ايه الانسان عاجز. بعد كل هذه المقدمات لما ربنا يقول لك لا تطعه واسجد واقترب، تستطيع ان تطبق هذا الامر بسلاسه. زي ما ومن عائشه قالت اول ما نزل من القران المفصل فيه ذكر الجنه والنار، ولو كان اول ما نزل لا تزنوا لقلنا لا، لا تشربوا الخمر لقلنا نشرب. فالبداية قبل لا تطعه انك لازم تعيش في معاني القرآن عشان تطبق هذه الافعال. الافعال دي مش زرار بتعمله جواك اذا كذا اذا، لا الموضوع مش كده. الموضوع لابد انك تتعرض لاقرأ لمعاني القرآن، وانك تعامل ربنا سبحانه وتعالى، وتبدأ تصلي عبدا اذا صلى، وتبدأ يعني تقف في وجه الاعداء شبرا بشبر وذراعا بذراع، وتبدأ واحدة بواحدة. فهذه المجاهدة وهذه المعاني بتخلي جواك القلب قابل لكلمة لا تطعه واسجد واقترب. فلما تنزل لا تطعه واسجد واقترب، تقوم انت تعمل ايه على طول؟ عشان كده ايه الايه سجود، تقوم ساجد مباشرة. خلاص انت الايات اللي قبلها كأنها سفلتت قلبك لقبول هذا الامر. فلما يجي يقول لك لا تطعه واسجد واقترب، ما عادش جواك اسئلة، ما عادش طب ازاي، طب ما ممكن يضربني، طب ما ممكن، طب ما ده ممكن ان انا طب ما عادش الاسئله، طب اصل المصالح والمفاسد، ما عادش الاسئله دي جواك. خلاص الايات اللي في السوره خلاص ما هي وطأت اشد وطئا، وطأت داست على كل الافكار السيئه والموسوسه اللي في قلبك، نسفتها نسفا. تنزل هذه الايه تجد قلب يستقبلها، فتنزل بعد هذه السوره لا تطعه واسجد واقترب، تقوم تسجد وتقترب فعلا، وتزداد قربا من الله عز وجل بالسجود بعد هذه المقدمات. ودي خطورة ان الانسان على طول يبقى منشغل بمعاني القرآن فيبقى قلبه سريع الاستجابة. الانسان المنشغل على طول بمعاني القرآن وبيحاول يجاهد نفسه على تطبيقها ويحاول يتخلق بأخلاق القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق القرآن، اللي بيحاول يفعل ذلك تجد قلبه وعقله وجوارحه سلس في الاستجابة لأمر الله عز وجل، لأنه قلب ممهد ما فيهوش مطبات، مش مليان مطبات، لا قلب سهل لين في التعامل مع الله عز وجل، سمح في قبول الأوامر والنواهي. فدي كانت يعني وقفات سريعة مع سورة العلق، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن يسأل يعني نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفهم كتابه سبحانه وتعالى وبالعمل بما فيه، وألا يحرمنا من تدبر كتابه سبحانه وتعالى ومن العمل بما فيه. فزي ما قلنا ختام سورة العلق دي البداية الصحيحة، النظرة الصحيحة، العمل الصحيح، تبدأ بمعرفة قدر الإنسان والربوبية والخلق وقدرة الله المعجزة، قد ايه الأسباب بتحجب الإنسان عن صفات ربنا سبحانه وتعالى. هذا الطريق في من سيمنعك حتى عن الصلاة مش بس الدعوة، هذا الطريق لابد فيه من جهاد، هذا الطريق لابد فيه من ثبات، هذا الطريق لابد فيه من سجود واقتراب، هذا الطريق لابد أن تعرض فيه وألا تطيع من يحاول أن يبعدك عن الله عز وجل ولو بسجدة تبتعد عنه ولا تطيعه. نسأل الله جل أن يثبتنا وأن يستعملنا في طاعته. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس إن شاء الله الأحد القادم كان المفروض تبقى سورة المدثر، بس إن شاء الله إن ربنا يسر احتمال ربنا يمن علينا ونعفر جبهنا عند الكعبة زي ما إحنا بقى في سورة إقرأ.
ربنا يمن علينا بعمره يعني. فانا لسه التاشيره ما جاتش، فان شاء الله الجمعه القادمه دكتور حازم يقول لكم بقى انا ايه، اذا كان هسافر او مش هسافر، وان شاء الله يقول لكم هيسافر يعني. ان شاء الله بيقول لكم، ان شاء الله يقول لكم الجمعه الجايه مفيش درس يعني، ان شاء الله الجمعه الجايه يقول لكم الحد مفيش درس خلاص باذن الله عز وجل، ونكمل بعد كده باذن الله عز وجل المره القادمه سوره المدثر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.